مشاهدينا الكرام، الآن ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد سلمان طايع، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. دكتور محمد، يعني أولا قراءتك لكلمة الرئيس وما وجه من رسائل خلالها، سواء فيما يتعلق بيوم الشهيد أو فيما يتعلق من رسائل موجهة إلى المصريين للحفاظ على دولتهم. نعم يا فندم، هذا الموضوع مهم جدا، وفي الحقيقة يعني حينما نتحدث في البداية عن يوم الشهيد هي مسألة في الحقيقة رمزية، لأن الشهيد دوما هو باق في قلوبنا، باق في مخيلاتنا، باق رمز وقيمة عليا، ولا يمكن أبدا أن توصف أو كل الكلمات حينما نحاول أن يعني نعبر بها عن مشاعرنا وامتنانه تجاه الشهيد لا يمكن ان نعبر عن ذلك. وفي الحقيقه يعني سعاده الرئيس، القياده السياسيه، الرئيس عبد الفتاح السيسي دوما حريص على ان يحتفل وان يحتفي ب هذا اليوم، وأن يكرم أسر الشهداء، وأن يعزز من قيمة الوفاء لهؤلاء الشهداء، كل في موقعه. يعني الشهيد ليس هو فقط ذلك الشخص الذي خرج مدافعا عن الوطن فلم يعود، أو ليس فقط هو ذلك الشخص الذي كان يعني واقفا في منطقة معينة ويحميها أو يحرسها وتعرض أو نالته أياد الغدر إلى آخر ذلك. الشهيد في الحقيقة هو يعني كل من ضحى بحياته وذهبت حياته فداء لوطنه وتأكيدا على قيم الوطن، سواء كانت هذه القيم قيم معنوية أو قيم مادية. وفي الحقيقة دوما كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار تؤكد على هذه الرمزية في الوفاء للشهيد، وأيضا على مسألة ضرورة أن يكون هناك قدر من التوكيد على الولاء للوطن والتماسك المجتمعي من أجل إعلاء المصالح العليا للوطن، وأننا كلنا فداء للوطن، وأن كل المشاكل وكل القضايا التي يمكن أن تحدث هي قابلة للمناقشة وقابلة لأن تحدث في أي دولة وفي أي مجتمع، ولكن يجب أن يظل دوما الولاء الأسمى هو الولاء للوطن الأم، وهو الذي يجب كل الولاءات الأخرى التحتية. نعم، طيب إذا ما تحدثنا تحديدا عن رسائل بعينها تحدث عنها الرئيس في سياق كلمته، وهو تحذير كرره أكثر من مرة إلى المصريين، هو الحفاظ على الدولة وعدم تكرار سيناريو الخراب الذي شهدته البلاد على مدار سنوات، وهو أمر يعني شهده الرئيس بنفسه، وتحدث عن تجربته في هذا الأمر، أنه أثناء الانشغال في الميدان كانت هناك مخططات بالفعل تنفذ في سيناء قبل القضاء على الإرهاب فيها. إلى أي مدى هذه الرسالة في هذا التوقيت هي مهمة لكي يستمعها كل مصري؟ نعم، انا يعني انا بشكر حضرتك على تكرار هذه المساله، لاني انا الحقيقه كنت قد اكدت على ان يعني واحده من الرسائل المهمه وربما اهم الرسائل او الرسائل هي ضروره ان يكون هناك اعلاء للولاء الاسمى للدوله. يعني الدوله هي الولاء الاسمى لبعض الولاءات الاخرى، لمشكلات، لقضايا، لاهتمامات، لمشاغل او شواغل. هذه مساله مشروعه، كل المواطنين من كل الدرجات، من كل الفئات، من كل المهن لهم هذه الشواغل وهذه الاهتمامات والقضايا والولاءات، ولكن كل ذلك يجب ان يكون اسفل وتحت، ياتي اسفل الولاء الاسمى للدوله. وايضا لا يجب ابدا ان ننسى حجم الدمار وحجم الخراب وحجم التاخر الكبير الذي شهدته الدوله المصريه بسبب حاله الانفلات التي مررنا بها بسبب فترات معينة عشية الثورات، وبالتالي يجب أن نستفيد من أخطاء الماضي وأخطاء الآخرين. يعني بالبلدي كده، إذا كان ربنا لطف بنا ولم ندخل في معترك
الأنفاق المظلمة لدول أخرى، وإذا كان ربنا قد لطف بنا ولم ندخل في تصنيف الدول الفاشلة أو الدول المنهارة أو الدول الهشة، فيجب أن نحافظ على الدولة المصرية، ويجب أن نحافظ على مكتسبات الاستقرار الذي تحقق خلال الاستحقاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمت بعد 2013-2014. يجب أن نحافظ على مسيرة البناء، ولا ننكر أن هناك بعض الأخطاء، لا ننكر أن هناك بعض المسالك، لا ننكر أن هناك بعض المشكلات والمعوقات والتحديات التي تواجهنا، ولكن يجب أن نكون على الدرب سائرين ماضون نحو تحقيق الهدف الأسمى، وهو الارتقاء والازدهار بالدولة المصرية والوصول بها إلى المكانة التي تستحقها، ونقلها من مصاف الدول النامية أو الدول الأقل نموا إلى الدول المتقدمة. وهذا هو الوضع الذي يليق بمصر، مصر الحضارة، مصر التاريخ، مصر العبقرية، عبقرية المكان والزمان التي تحدث عنها كل الفلاسفة وكل المؤرخون وكل الجغرافيون. وبالتالي علينا مهمة تاريخية في هذا التوقيت، وهو أن نتحمل الضغوط التي تمر بها دولتنا ويمر بها مجتمعنا، وأن نستمر في يعني تأييد مسيرة النمو، مسيرة الازدهار، حتى نستطيع أن نخرج من هذا النفق الضيق إلى يعني آفاق كبيرة إن شاء الله من الازدهار والرخاء. ويجب أن يعني نعلي من قيمة العقل والرشد الذي يجب أن نتحلى به، وأن نطرح جانبا كل الآراء السلبية بين قوسين، آراء الشيطان، آراء المعسكر الخبيث الذي يريد أن يجرنا إلى غياهب الظلام والتخلف، وهي كلها في الحقيقة نظرية تستهدف الليل بمصر. حينما ننظر إلى الدول التي كانت تسمى دول الممانعة الحقيقية، الدول التي كانت تعتبر دول الضد بالنسبة لإسرائيل في فترة من الفترات وللأعداء الخارجيين، سنجد أن كل هذه الدول الآن أصبحت أشباه دول، سوريا، العراق، اليمن، إلى آخره، السودان. ولكن مصر هي الدولة الوحيدة التي بفضل الله، ثم بفضل القيادة أو السياسية، وبفضل العقول الراشدة، وبفضل الشعب المصري الواعي والأصيل الذي يقف خلف قيادته وخلف دولته، مصر هي الدولة الوحيدة التي لا تزال تقف على أقدام راسخة في مواجهة كل التحديات الخارجية. وأيضا إن شاء الله سنخرج قريبا من هذه الضغوط الداخلية، وننطلق إن شاء الله في مسيرة النمو الاقتصادي، ونحقق كل أبعاد التنمية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وإنسانيا على النحو الذي يليق بمصر والمصريين. نعم، أشكرك دكتور محمد سلمان طايع، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية.